سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الدولية مرحبا بكم جميعا تنويرا للرأي العام مناسبة لتقديم التوضيحات الضرورية في القضايا التي تشغل بال الرأي العام نسبة الحضور داخل اللجان الدائمة تتجاوز أحيانا 75%، وهذه النسب أعتبرها من أهم ثمرات تطبيق النظام الداخلي لمجلسنا، وهذا ما أشرت إليه عندما أكدت في البداية على أن هناك تحول وإرساء لثقافة جديدة ساعدت الجميع على تغيير نظرته للمؤسسة التشريعية من خلال الاهتمام لا فقط بحقوقه ولكن كذلك بواجباته. نلاحظ أن هناك تحول لما يجب أن يقوم به النائب البرلماني إزاء المؤسسة الدستورية وكذلك إزاء دائرته الانتخابية وإزاء مهامه كممثل للأمة المغربية، وهذا التحول نعتبره إيجابي جدا لا بد من تقويته في الدورات المقبلة، لأننا نعتبر أن الحضور يساعد على تقوية مصداقية المؤسسة التشريعية.